لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين صلوا على بحر الصفا المصطفى وعاله والصحب أهل الوفا صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه والصحب أهل الوفا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا صالح عبد العزيز عبد الأول محمود محمد أحمد خليفة الجبرتي، أدعو كل الأطراف في النزاع التوجه إلى الأزهر الشريف إذا كانوا يريدون ويرغبون في الإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صلوا على في حبه نرم العذار أجمعين نرقص نصفق فرحة يا فتين صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وصحب أهل الوفا صلوا على فمن يوافق يأتنا مرحبا صلوا عليه ومن يخالف حسبه إن أبى صلوا على بحر الصفا المصطفى صلوا عليه وصحب أهل الوفا. أهل الوفا طبوا أهل الوفا طبوا جمال إلى حب كنا بنشوف ناس كتير أرامل ومعايرهم معاهم إيه اللي جد؟ إيه الموضوع اللي جد عشان يحصل كده؟ وخصوصاً أنت ممكن يبقى ما عندكش مشكلة مع زوجتك، ممكن يبقى مشكلة مع حماتك مثلاً. إنما هي أقوال متعددة، فمن العلماء من قال تبقى لسبع سنين لحديث علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر، ومن العلماء من قال إلى أن يدرك ويخير. أو رضي بذلك من دون شرط، ولكن ما لم تتزوج فالحق به هي الأم حتى يبلغ هؤلاء الأطفال السابعة من العمر. في سن ما يحتاج الطفل إلى تنظيف وإلى غذاء وإلى كساء، على الأقل 9 سنين على الأقل، والأب يعرف يشطف ابنه. لا. يعني شايف ان سن الحضانة الامثل 9 سنين، بشوف ان يكون ترتيبه رقم 1 أو 2، يعني بين الام والاب يعني بعد الام على طول. طبعا حتى لو اتجوز ايوه. بسم الله الرحمن الرحيم.
والقلم وما يسطرون ما فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إذ أقسموا ليصرمن